كما كتشوفوا راه كلشي ديبلومات، راه البكالوريا راه فين هي، راه كلشي عاد عندي الباك في 2015. من طفولتي ومن صغري قررت اني باش نتقاتل راسي وباش نمشي هاد الدومين ديال الاكسسوارات. انا كنعشق هاد الشيء وكنموت شي حاجه بزاف، انا مولوع. تخيل معايا خيال مادي، ما كنضيعش الوقت فاش اني نبدا نصايب. تخيل تما غادي معاك في الطوموبيل راك بحداك ونبدا نصايب في اي براسلي. بعض المرات كنصور 10 دراهم، بعض المرات ما كنصور والو، كنتسلف مع السيد مول بابوش حدايا 20 درهم باش ندير ليسونس نمشي للدار، ونمشي عند مول الدار وكنقول له بخير على خير، والله كنقول الحمد لله، والله كنصلي وكنقول الحمد لله رب كبير، وكندوز يومين ثلاث ايام كيجيب لي الله. ومبغيتش تلقى اني مشاكل مع السلطات، فهمتيني خير مادي. بغيت ان ديروا معايا شي حل بسيط، شي مبادره ونكبر هذا البروجي. السلام عليكم، معكم جواد ملقب مول الطابله، معروف حاليا مدينه اسفي، حاليا متزوج وان شاء الله على القريب يكون عندي وليدات. الدراسه ديالي بحال ولاد الشعب، حتى انا كنت نقرا كان عندي ان طموح باش انا نوصل، ورغم ذلك تقاتلت واخا كان عندي واحد الظروف اللي صعيبه شويه، كان الاب ديالي مطلق من الام ديالي، ولكن تقاتلت وشديت الباك ديالي وكملت مورا الباك، ولكن ما جابش الله وكان عندي الهوايه من الصغر وبقيت اني كنكمل فيها حتى اني كبرت البروجي ديالي، وغادي بشويه بشويه ان شاء الله تيكون خير وندير محل ديال الراس ان شاء الله. وكما كنعرفني الجميع بمول الطابله، كنت عندي ديبلوم، زائد عندي منقيد وعندي اسعافات اوليه، في 2011 كنت شاد شحال لا باقي عندي، هادشي اللي عندي، وما مستعمل بهم ما خدام بهم ما والو. كما كتشوف راه كلشي ديبلومات، راه البكالوريا راه فين هي، راه كلشي عندي الباك في 2015، 2015 كنت شديت الباك. اس في تي خويا قريت البطاله، ما كاينش خدمه في هذه المدينه. كما كنعرفوا حنا المدينه ديالنا اسفي جميله زوينه، فيها الفخار، فيها المرسى، فيها لو سي بي راه تبارك الله راه خدام البراني ومهم، وكاين الشباب الزوينين. حنا ما نعمموش، ما نقولوش كاين زوين والخايب، ولكن اغلبيه ديال الناس زوينين وباغيين نخدموا ولكن ما لقاوش فين نخدموا. كما كتشوف حتى انا واحد منهم، ولكن اني من طفولتي ومن صغري قررت اني باش نتقاتل راسي وباش نمشي هاد الدومين ديال الاكسسوارات. ودابا كما كتشوفوا راه طورت بروجي، كما كتشوفوا كندير بيرسينغ، هذه كتلصق كتحيد الاخوان اللي صحابها باللي كتبقى راه مغناطيس حدش كنبيعهم. المهم ديال الكاميرا عندي في ار، عندي براسي ديال الاسماء 3 دقائق نصيبك براسلي ديال السميه، شي حاجه زوينه في مستوى بحال هذا. عندي تطواج اللي صحابو الاخوان ديال الحرام، ماشي حرام هذا، التطواج ديال الوليدات الصغار كنفرحهم في البلاج وسوهنا في الكورنيش، كيبقى 3 ايام 4 ايام حتى 5 ايام. وحاليا عندي تطواج جبته مؤخرا، مشيت لكازا وتقدي شي سلعه زوينه، جبت تطواج كيبقى 3 موا، كيبقى 3 شهور. بدل ما نمشي انه يمشي يدير التطواج، حيتاش بزاف ديال الناس كيعشقوا التطواج، انه يمشي يدير التطواج يبقى عليه مدى الحياه ويندم عليه مع الوقت، انا درته يبقى غير 3 شهور وحيد. دوز المده ديال الصيف وحيد كما كتشوف هذا التطواج، هذا كيبقى، هذا ماشي اوريجينال، هذا كيبقى غير شهرين 3 شهور ماكسيمو وكيحيد، كيبدا يتحيد بوحده. واخويا كله عقليتو، انا من نهاري كنتقاتل، انا من حليت عينيا في الدنيا، راه دابا 18 عام كما كيعرفني بزاف والجميع، في باب لا بلاج، قدام باب لا بلاج. وكما انا عندي غير بيريود ديال شهرين في العام كامل، كنخدم شهرين في العام كامل كنخدم في لا بلاج، عندي بلاصه تما كنخدم معها بالاقليميه، ما عندي لا رخصه لا والو، وكنتمنى انهم يساعدوني ووقفوا معايا يعطوني شي رخصه ولا شي كيوسك، وما كانش مبادره حتى انا غدا ولا بعد غدا يحيدوا كل شيء ونحيد حتى انا واحد منهم. وانا تنيت في الكورنيش انني مهدد باش انهم يقدروا انهم يحيدوني، فهمت؟ ماشي السوق، ما عنديش شي رخصه، عندي مقاول ديالي، مقاول بروجي ديال المقاول ديالي ديال البروجي ديالي لراسي، وكنطور هذا الشيء لراسي، وهذا الشيء كنعطي قيمة البلاد، كيجي السياح كيعجبهم هاد الشيء، كيجي بلاد براني كيعشق هاد الشيء، وأنا الوحيد اللي داير هاد الشيء في هاد المدينة، وكيفرح بنا بزاف، كيجي عندي كيدي سوفونير وثمن جد مناسب، واللي ما عندوش حتى هو كندير معاه
كلشي ديالو، ما كنخليش شي واحد اللي سولتيه كيقول تقول لي راه جواد من الطابله يقول لك هذاك السيد الله عمره دار كيتعامل مع اي واحد. انا بديت الاخ ديالي بديت في هادو الاولين، هادو الاسماء، هادو كانت كنت باقي صغير عندي تكون عندي شي 9 سنين، كانت خالتي جابت لي جوج من سيد عبد الجليل. هاد عمرني قلت لشي واحد القضية هادي نعاود عليهم في هاد الانترفيو، جات لي جوج سيد عبد الجليل فيهم جواد ونشدهم ونسربهم، سربتهم ونعاود نصيبهم، كنسرب وكنعرف كيفاش هي راه كتكتب ونعاود نصيبهم، صبت عليهم وليت شري الخيط. من بعد وليت كنطاك وديك الساعة ما كان لا تليفون لا والو، ما كانش اليوتيوب بحال دابا، دابا اليوتيوب فيه كل شيء، قدر أي حاجة نشوف في اليوتيوب أني نصيبها. صافي وليت غادي كنطاك صافي تمشيت بهذا المجال، وليت كنبيع في المدرسة كنقرا وكنبيع وليدي الصغار سميت. واحد النهار كان عندي كنت كنقرا هذه مادة التكنولوجيا كدير برو كندا ديال اللي نديرو بحال شكل بروجي، والمهم درتو ونجح ليا بزاف. انت ما تعرف ديك المدرسه ديال الامام علي في اليوم التاسع هادشي. من بعد صافي تعرفت ولت بشويه بشويه بديت وقيت هذيك الساعه كنت ندير الطاتواج ودرت هادشي وطورت شويه بشويه. كما كتشوف كاين اكسسوارات بزاف، اسماء ديال الله يعطيك كاين ديال العمق، كاين هذيك الصايب ديال السميه في جوج دقائق. شنو هي الصايب السميه في جوج دقائق؟ راه خاصك تكون شي حاجه. انا ماشي كنفتخر براسي ولكن اخويا ايديا ولاو خفاف، فهمت؟ راه 18 عام 19 عام ماشي ساهل دابا في العم بزاف. اخويا اخويا بزاف تاع الخدمات اخويا المادي تعطوني وتعرضوا عليا، ماشيش خدمات اللي نقول لك في المستوى ولا في القمه، الا واحد الخدمه اللي ما يسرش لي الله فيها واحد مشكل. ان مع كنت مع اف ار مع المخازنيه قوات المساعده ما يسرش فيها الله، بقى لي واحد المشكل صافي رجعت. هذيك هي الخدمه اللي زوينه كنت بغيت نبقى فيها، ومن بعد جاوني بزاف تاع الخدمه. ولكن اخويا انا كنرتاح في هادشي، انا كنعشق هادشي وكنموت على هادشي شي حاجه بزاف. انا مولوع تخيل معايا اخي المادي ما كنضيعش الوقت فاش اني نبدا نصيب. تخيل تما غادي غادي معاك في الطوموبيل راك بحداك ونبدا نصيب في اي براسلي، والله كنبدا نصيب اي حاجه كنتشر. اني مني مشيت لكازا وبغيت نتقدى وشافوني الناس شنو كنصيب وشافوا في ايدي وشافوا في عنق شنو هادشي، وقلت تبارك الله عليك ما شاء الله. هاد براسلي برازيلي الناس بزاف اللي يعرفوا قيمتها، راه في الخدمه صعيبه انك باش تحط طموح اخويا ديالي. اني ما بغيتش حاجه كبيره في الدنيا، بغيت نبقى مستقر انا والمعدم ديالي، والله يخلي لي امي يمتي من المنبر تحيه ليها. وان شاء الله عما قريب راه غيتزاد عندي شي وليد لبنيه، وما بغيتش تلقى اني مشاكل مع السلطات، فهمتيني اخي المادي. بغيت ان ديروا معايا شي حل بسيط، شي مبادره ونكبر هذا البروجي، لان هذا عاطي قيمه وعاطي جوهر للمدينه، فهمتيني اخي المادي. باغي نكبر البروجي. انا ما كنت عندي في يد الماده، والله اخويا ندير المحل، سمعت الاخ ديالي ندير المحل ديالي وندير فيه غير هاد الاكسسوارات، نقدر ندخل فيه شويه المكياج، ولكن هادشي نديرو نعمقو كما كتشوف هاد المكاتشر، الاسماء، براسليات، كوليات، بزاف تاع الخلخال ديال الرجل، شي حوايج زوينين في المستوى. كيقول لك واحد المثال، كيقول لك الله سبحانه وتعالى جرى عبدك، جرى عبدي وانا نعاونك. خاصك اي واحد يمشي يشقى ما يقولش لا تسنى تجيب الله، لا ندفع ديبلوم مثلا، لا ندفع لا ندفع لا نتسنى، ما تعرف الرزق فين كاين. المهم بنادم يخرج ويقلب. انا شحال من نهار مثلا ما كنبغيش نجي، كنقول معكاس، كنقول لا علاش نبقى معكاس، كيشدني العكاس كنقول لا، انا مشى لي جاب الله، وكنخدم اكثر من ان ناوي اني نخدم. سبحان الله كيجيب لي شي رزق يقتل. علاش؟ درت شي محاوله، درت شي مبادره، درت شي حاجه من عندي، فهمتيني؟ الشباب ما بقاش خدام منه. انا خدمت انا الاخ ديالي في الشتاء، تخيل معايا بعض المرات والله ما تقع نقول كل شيء، الشتاء ما خدم والو. بعض المرات كنصور 10 دراهم، بعض المرات ما كنصور والو، كنتسلف مع السيد مول ببوش حدايا 20 درهم باش ندير ريسورس نمشي للدار، ونمشي عند مول الدار وكنقول له بخير ولا خير، والله كنقول الحمد لله، والله كنصلي وكنقول الحمد لله ربي كبير، وكندوز يومين ثلاث ايام كيجيب لي الله الرزق. حق لا اله الا الله الاخ ديالي. بيان سو خاص تقاطعت الله ما يدير. انا الهواية كتعجبني، وهاد الهواية باغي ندير منها حرفة كما كتشوف. هاد الشهر نقارض ما بقاش وقليل، دابا كاين أغلبية بحال داك الأفارقة اللي كيدورو اش كيديرو، ما كيصيبوش غير كيبيعو، كيشوف السلعة مثلا من ربع عمر من أخ ماسي من كراج علال وكيشوف كيبيعوها. أنا كنتفنن مثلا، كيجي عندي واحد براني أجنبي وكنبدا نصيب ليه كيعشق داك الشيء، كيبقى غير كيصور، كيبدا يصور فيه كيعجب المنظر كيعجب شنو، كيقول يبقى يصور فيه. ومني كنسالي كيقول يا خويا تستاهل خذ اللي بغيتي، كل اللي خذ الصرف ماشي مشكل يعني، ولكن انت تستاهل تبارك الله عليك. وشحال من واحد كيقول لي سير صغيره سير لمراكش هاد الشيء عندك تبارك الله ما شاء الله يخدم،
ولكن اخويا يقول لي انا مدينتي ولفت مدينتي ولفوني الناس ديال مدينتي فهمتي، هو تقريبا معروف في مدينتي. كلمه الاخيره اخويا كنتمنى من المسؤولين ومن السي حسين شينان انه يشوف من جهتي، راه مقصح، راه والله الله مقصح بزاف من واحد الناحيه، من ناحيه ان بلاصه ولاش مبادره، ما باغي والو اش بلاصه ولا مبادره اللي نكون ان مستقر فيها من بعد، من بعد ان شاء الله دوز شي 3 سنين 4 سنين ولا عندي الفلوس ندير شي محل ديال الراس نكري ولا نشوف شنو ندير ونخدم فيه الراس فهمت، نخدم فيه ترونك. اما هنايا مهدد فهمت يا خاي المهدي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.